مباراة القمة اللي مستنيينها بقالنا 13 أيام، واحنا بنقول مباراة القمة وشغالين عمالين نتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي عن مباراة القمة. نلاحظ النهارده ان انا عايزك تشوف الصورة اللي قدامك دي، وبعدين تشوف كمان الصورة اللي قدامك دي من زاوية تانية. دي بقى صورة إمام عاشور مع ياسر إبراهيم، لاعب الزمالك إمام عاشور مع لاعب النادي الأهلي ومدافع النادي الأهلي ياسر إبراهيم. بعض الناس بتتكلم على الكرة دي إنها ركلة جزاء، طبعًا أنت أكيد كتبت رأيك في التعليقات دلوقتي وقلت لي الكرة دي ركلة جزاء ولا مش ركلة جزاء. مش بس كده، أنت كمان اشتركت في القناة وفعلت زر الجرس وعملت رأيك للفيديو ده. ويلا بينا سريعًا كده نروح نشوف إيه قصة ركلة الجزاء دي، ونشوف إيه قصة مباراة القمة اللي مستنيينها بقالنا 13 أيام زي ما قلت لحضراتكم كده في الانترو. مباراة القمة يا جماعة شهدت كده قبل بداية اللقاء شوية حاجات كده ظراف جدا ولطاف جدا هنتكلم عنهم النهاردة، وهو طبعا ان بعض مشجعي نادي الزمالك راحوا وتصوروا مع بعض، وخصوصا طبعا فيهم احد واحد يعني من ذوق الهمم ربنا يعافيه يا رب، راح طبعا وتصور مع لاعبي النادي الاهلي ومع محمد الشناوي بالخصوص، ايضا مع محمود عبد الرازق شيكابالا ولاعبي النادي الاهلي راحوا والتقطوا بعض الصور مع بعض. بصراحه المباراه شهدت كام لقطه كده جمال جدا 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 في بدايه المباراه، وطبعا بدا الشوط الاول بفوز النادي الاهلي، طبعا يعني يعتبر كده خلص الشوط الاول بفوز النادي الاهلي 1-0. طبعا في المباراه دي مش مهم مين فاز او مين اتهزم من وجهه نظري انا، مش من وجهه نظر اي حد تاني، انت طبعا يهمك جدا انت كمشجع، لكن انا ولا بشجع اهلي ولا بشجع زمالك. ولكن يا سيدي خلينا اجيب لكم كده اللقطه دي سريعا كده ونتكلم فيها، وبعدين نرغي براحتنا عشان عارف ان في ناس بتكره الرغي. اول حاجه كده عشان نكون واقعيين مع بعضينا، كره امام عاشور مع ياسر ابراهيم، عايزك تعيدها من زاويه واثنين وثلاثه وعشرة علشان تتاكد، لربما تقول احمد ده بيقول اي كلام احيانا، مع ان انا ما بقولش غير الكلام الحقيقي بصراحه، لان انا طبعا ولا بشجع اهلي ولا بشجع زمالك. عشان كده بقول لك يا عم الحاج اقلع إيه التيشيرت بتاع الانتماء والعاطفه اللي هيخليك تكذب للنادي بتاعك ويخليك تقول الغلط صح والصح غلط، اقلعه التيشيرت ده والبس التيشيرت بتاع عقلك كده وتعالى نفكر مع بعض. كل لاعبي الزمالك بلا استثناء في اللقطه دي كلهم 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 كده قالوا لا دي ركله جزاء، استنى عندك دي ركله جزاء صحيحه، وكلهم فضلوا يطالبوا بركله جزاء. طب ايه اللي حصل يا عم الحاج؟ طب هل هي ركله جزاء بالفعل ولا مش ركله جزاء؟ طيب لما نيجي نتكلم عن الاخطاء التحكيميه اقول لك الاخطاء التحكيميه كتير جدا في مصر، لكن الحمد لله الحمد لله ان الراجل الحكم ده مش من مصر اصلا، ده راجل اسباني ومعاه سلسله مطاعم، الراجل وراجل مرتاح جدا يعني مش هيترشي من اي نادي، وبالتالي اكيد الراجل ده شايف برضه وعنده فكر مختلف. يعني احنا دايما كده بنقول ان التحكيم المصري بتاعنا تحكيم كده رزل شويه، تحكيم كده غلس شويه، ما بيعرفوش التحكيم. في ناس بتقول ان احنا ما بنعرفش التحكيم يا جماعه، من ما هو من كتر اللخبطه بقى اللي بتحصل في المباريات ومن كتر الغلط اللي بيحصل في المباريات انا مش عارف بصراحه. ولكن يا سيدي باختصار كده اللقطه دي اللي احنا بنتكلم عليها انا بقول لك واحد عن نفسي مش ركله جزاء على الاطلاق. هتقول لي ليه؟ هقول لك ان ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي، وربنا واحد يعلم ان انا كل اللي بقوله ده هو اللي انا شايفه من وجهه نظري الصحيح، وانا متاكد ان قناه اون تايم سبورتس في الفقره التحكيميه مع الخبير التحكيمي احمد الشناوي هتوضح لك النقطه دي بكل الديتيلز بتاعتها، وهيقول لك هي مش ركله جزاء ليه. اما من وجهه نظري انا فهو ما فيش اصلا اي حاجه حصلت من ياسر ابراهيم عشان اللاعب يترمي الرميه دي. يعني الكرة أصلا بعد ما خلاص الشناوي ما قدرش إن هو يجيبها، وبعد ما دخل عليها خدها إمام عاشور وداخل بالكرة، اللاعب ما لمسوش، اللاعب يعني بص أقول لك على حاجة، في احتكاكات بتحصل ما بين اللعيبة مع بعض في الملعب، فطبيعي جدا أنا لازم أكون واقف منشف جسمي وطبيعي إن أنا واقف أكون جامد بمعنى أصح علشان مش أي حاجة أقع في الأرض، ما هو التدخلات العنيفة، فالطبيعي جدا لازم إن أنا لازم أكون قوي. فياسر إبراهيم كل اللي عمله الراجل كل اللي عمله إن هو حط إيده عليه، سند إيده عليه مش ضغط إيده عليه أو مزقه. وهنا في فرق كبير جدا 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 ما بين ان هو يزق اللاعب وما بين ان هو يحط ايده على اللاعب، حط ايده على اللاعب يعني هو كده وقعه، لا طب ما الحكم كان قريب منها، طب بلاش الحكم، طب الفار مش شغال، طب ما الفار كان اداله اوكي يا جماعه تعالوا شوفوا. يعني واحد يقول لي ان انت عايز تقول لي مش ركله جزاء، انا عايز اقول لك مش ركله جزاء لان هي مش ركله جزاء. ما هي لو ركله جزاء انا هقول لك ركله جزاء من غير ما اي مقدمات ومن غير اي كلام كتير. لكن الكوره دي يا جماعه مالهاش اي علاقه بركله الجزاء. زي ما قلت لك واحد يقول لي يا عم لا طب هو الموضوع مش في ايده، يعني هو ما زقوش. على فكره انا جبتها لكم من الزاويه اللي هو يبان ان هو زقه فيها، ولكن هو حط ايده لما تعيدها مره واثنين وثلاثه هتلاقي ان هو حط ايده على كتف امام عاشور فقط لا غير. واحد يقول لي لا ده رجليه اللي ضرباه، رجليه اللي ضرباه. طب اول حاجه رجلين ياسر ابراهيم وراه مش قدامه، وبالتالي ازاي تحتسب ركله جزاء؟ يعني هو الراجل ما عملوش عرقله تسببت في الهبوط اللي حصل لامام عاشور لاعب نادي الزمالك، ان طبعا الوقعه امام عاشور
دي فان دلت فانما تدل على ان اللاعب زقه ومعقله في رجليه وبالتالي تحتسب ركله جزاء صحيحه. واللي يقول لك حاجه غير كده قول له ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه، ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه. طيب عدت دي، بعديها حصلت لقطه تانية واللاعب وقع. طب اللاعب اللي وقع دي فيها فاول، دي فيها فاول وش ما فيهاش اي فصل ولا جدال، مش عارف هو الحكم ما حسبهاش ليه فاول. ولكن على فكره يعني واحد يقول لي طب ما انت جاي مع الحكم وبتقول مش عارف اسباني ومش عارف ايه، انا ما بقولكش انه ممكن ما يكونش عنده غلطات، لا ممكن يكون عنده غلطات، ما بقولكش كده، انا بقول لك على الغلطه واللي مش غلطه، يعني في حاجه قرار صحيح فيها وفي حاجه مش قرار صحيح فيها. ما هو ده الطبيعي ان انا لازم اطلع واقول لك، ما انا مش طالع النهارده والله عشان اقول لك لا ده الحكم ده اسباني وما بيكذبش وعنده اكسبيرينس كبير جدا في الموضوع و و الى اخره، فمش هيغلط، مفيش الكلام ده، مفيش حد ما بيغلطش مهما كان الحكم، مهما كانت قيمه الحكم. يعني عندك الخبير التحكيمي جمال الشريف ده بيعدل على الحكام اللي هم في الدوري البريمير ليج بقى والليجا ومش عارف ايه وفي اكبر الدوريات في العالم، فالطبيعي جدا ان في حكام في الحاجه اللي هي جامده جدا 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 من افضل الكوره اللي بتتلعب على مستوى العالم اذا كانت الليجا او البريمير ليج، اقول لك ان في اخطاء تحكيميه كتير جدا بتحصل، وجمال الشريف بيطلع راجل بيحلل الحاجات دي وانا راجل بتابعه وبشوفه وبيطلع بيقول لك لا يا جماعه الكوره دي غلط او الحاجه دي غلط او الحاجه دي صح، الموضوع خلصان يا جماعه. فلما نطلع نتكلم عن حاجه على اي حاله تحكيميه دايما انا بقولها ايه، اقلع التيشيرت بتاع الانتماء. انا بالنسبه لي المباراه اهم حاجه انها يعني تعدي على خير، فكره ان المباراه اصلا يحصل فيها مشاكل وشغب، ودي مباراه قمه، مباراه قمه يعني وارد جدا يحصل فيها كان شغب، كان يحصل فيها مشاكل، كان يحصل فيها خناقات، حاجات كتير جدا كانت وارده انها تحصل، ولكن احنا نتمنى ان كل مباراه قمه تكون كويسه، كل مباراه قمه ما يبقاش فيها اي مشاكل، ليه يبقى في مشاكل اصلا يعني؟ يعني يبقى فيها مشاكل من اللعيبه؟ يعني ليه يبقى فيها مشاكل من اللعيبه؟ وليه كمان يبقى فيها مشاكل مع الجمهور؟ احنا ليه وصلنا اللعبه اللي هي متعه ولعبه ليه حرب؟ ليه وصلناها للمرحله دي؟ المشكله الكبيره ان انت كمشاهد للاسف الشديد او انت كمشجع ما بتستفادش اي حاجه خالص غير حاجه واحده بس، او حاجتين مش حاجه واحده بس، ضغط وسكر. بيستفادهم عشان العصبيه، يعني مثلا في الشوط الاول اول ما محمد شريف احرز الهدف في نادي الزمالك كل جمهور الزمالك الدنيا باظت خالص عليهم وكسروا الكافيهات والقهوه ودمروا الدنيا. مش عايزين هدف، وبتوع الاهلي كسروا كل حاجه وفرحانين ومبسوطين. ما هو ده يا عم شجع، شجع بس في سياق الادب والتقدير والاحترام لكل اللي حواليك. معلش انت النهارده اهل بيتك وقرايبك والناس اللي انت بتكون معاهم بعد المباراه ما لهمش اي ذنب على الاطلاق ان انت تتنرفز عليهم او تنكدهم بسبب حضرتك ان انت بتشجع كوره وبتشجع فريق والفريق بتاعك انهزم. ما لهمش اي دعوه بالموضوع ده. اعتقد ان احنا المفروض نفصل، يعني المباراه خلصت بالفوز او بالهزيمه للفريق بتاعك او لهزيمه الفريق بتاعك او فوزه، اقول لك افصل بعد المباراه، خلاص الموضوع انتهى وافصل. انا اعرف ناس يا جماعه بتعمل مشاكل مع زوجاتها في البيوت بسبب الموضوع ده. تخيل بقى الموضوع وصل لفين؟ انت بتعمل مشكله مع مراتك ومع اولادك بسبب ان الفريق بتاعك اتهزم، اللي هم اصلا اللعيبه اخوات وحبايب، اللعيبه اصلا بيخرجوا مع بعض وبيصاروا مع بعض وبيحضروا في بعض وبياخدوا ملايين. اللاعب في ثانيه بيغير انتمائه بمسافه ما بيلاقي بس عرض اعلى بيغير انتمائه في ثانيه، خلاص كده. لو هو في الزمالك وجاله عرض في الاهلي اعلى هيروح الاهلي، في بيراميدز في ثانيه واحده غير انتمائه. فالفكره اللي انا عايزك توصل لها ان انت لازم تبقى ذكي وبصير على نفسك. ده كان الفيديو باختصار، اكتب لك في التعليقات واشترك في القناه وفعل زر الجرس.